أهلا وسهلا بكم في الفقرة المتجددة، فقرة لك وعليك. وضيفنا لهذه الليلة الأستاذ عبد الله الغامدي، أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا، مرحبا فيك بصراحة. الله يحييك. الأستاذ عبد الله الغامدي أستاذ تربية خاصة تخصص توحد. في البداية أستاذ عبد الله، السؤال التقليدي البدائي، عرفنا على نفسك. أول شيء السلام عليكم. عبد الله الغامدي، معلم تربية خاصة متخصص في الاضطرابات السلوكية والتوحد. يا مرحبا فيك. الله يحييك. الأستاذ عبد الله أول أو صاحب أول مجلة علمية محكمة عن التوحد، وهذه المجلة ممكن بس أن نحط عليها الكاميرا إذا سمحتم لي. هذه المجلة ممكن تحدثنا عنها أستاذ عبد الله؟ بإذن الله. المجلة كانت بدايتها وأنا طالب جامعي، فكرت في الفكرة أن نوعي المجتمع ما هو التوحد. محتويات المجلة تتكلم عن ما هو التوحد، أعراض التوحد، سمات التوحد، كيفية التعامل مع الطفل التوحدي، كيفية اكتشاف التوحد عند الطفل. فالحمد لله بعد التخرج بديت في العمل في إعداد هذه المجلة وتمت إعداد المجلة. الآن كلمة محكمة، بس للتوضيح للمشاهدين، إيش معنى كلمة محكمة؟ محكمة أنها مجلة علمية تتكلم عن التوحد فقط، ذات تخصص واحد يعني. أيوة، عن التوحد فقط، تتكلم بصفة عامة عن التوحد، تعريفات، الطرق، كيفية التعامل مع الطفل التوحدي، كيفية التدخل المبكر مع الطفل التوحدي. طيب ما هو التوحد؟ التوحد هو اضطراب عصبي يسبب القصور الاجتماعي وتشتت الانتباه وفرط الحركة. لها أسباب كثيرة ليس له علاج إلى الحد الآن. تدخلات سلوكية مبكرة تعالج هذا الاضطراب. طيب التوحد الآن يصيب الكبار، الصغار؟ الصغار في بداية تبدأ الأعراض في العمر 3 سنوات من الطفل. يعني ما يصيب الكبار؟ لا ما يصيب. يعني هو فقط مع الصغار؟ مع الصغار، تبدأ خلال 3 سنوات من بداية عمر الطفل. طيب الآن هذه المجلة، وش تهدف أنت بوضعك لهذه المجلة؟ المجلة تهدف إلى توعية المجتمع ناتج عن بعض الناس ما يعرف إيش هو التوحد. المجلة تتكلم عن التوحد وتوعية المجتمع ما هو التوحد. في ناس تجي تسأله إيش هو التوحد، ما يعرف إيش هو التوحد. فتوعية للمجتمع وتثقيف المجتمع بالتوحد. ممتاز. المجلة هذه كيف أحصل عليها؟ وين ألقاها؟ المجلة الحمد لله تم توفير نسخ، التواصل معي، وسوف يتم توفير نسخ للندوات والفعاليات التي تقام للتوحد والأشخاص. يتم التواصل معي، سوف يتم توفير لهم نسخ. الآن أنت اللي تطبعها؟ يعني أنت اللي متكلف بها تماما؟ لا، الحمد لله تكلف بها الأستاذ حامد الغامدي بطباعة المجلة، وإن شاء الله نحصل دعم أكثر بإذن الله. ممتاز. أنت حاصل على جائزة؟ لا، إلى الحين لم نحصل على جائزة للمجلة. جائزة الأميرة أو شكر؟ أو شكر. شكر من الأميرة سميرة الفيصل، رئيسة جمعية أسر أطفال التوحد، على المبادرة في المجلة، وإن شاء الله في المستقبل. ممكن تحدثني عن أقسام المجلة من البداية إلى النهاية لتعريف للمشاهدين فقط؟ أقسام المجلة تبدأ بمتى اكتشف التوحد، بعدين تبدأ بتعريف التوحد، وتبدأ بأسباب التوحد، وكيفية التعامل مع الطفل التوحدي، وطرق العلاج، وكيفية التدخل المبكر. طبعا أنا أدري أن يدي كبيرة ومغطي على كثير من الصور، لكن عاد الشكوى لله، ما أقدر أصغر يدي، المفروض أنتم تكبرون. والله إن شاء الله المرة الجاية بإذن الله. طيب أستاذ عبد الله، كم نسبة التوحد لدينا يعني هنا في السعودية؟ كيف نسبة والله إلى الآن الشيء العجيب في الموضوع أن نسبة الانتشار بشكل كبير، يعني في السنوات السنوات القادمة كان العدد قليل. يعني أنا كنت في الجامعة كنت أتمنى أشوف طفل توحدي،
من قبل تقريبا 5 سنوات إلى 6 سنوات، حاليا انتشار بشكل كبير. ليه؟ إلى الآن ما أعرف إيش هو السبب الرئيسي بانتشار التوحد. تجد الآن مدارس إقبال كبير، الأطفال تشوفهم في الأسواق، في المطارات، يعني تشوف الانتشار بشكل كبير، يعني نسبة الانتشار كل ما لها في ازدياد. إلى الآن ما عرفنا إيش السبب، يعني إيش سبب الاضطراب هذا. طب الآن المجلة مكتوب أنها تحت إشراف الدكتور أسامة فاروق، من هو الدكتور هذا؟ الدكتور أسامة فاروق متخصص في التوحد من جامعة الطائف، قدم لي المساعدة في كيفية اختيار المعلومات وما قصر الصراحة. أشكر الدكتور أسامة على مساعدته لي. أنت الآن ك يعني معلم في يعني تعمل مثل هذه المجلة، وين الجمعيات عنك يعني لكي يتم احتضان مثل هذا المشروع؟ والله الى يعني نتمنى، ما هو لازم يحتضنون مشروع، يعني احنا نتمنى جمعيات، نتمنى التعليم، توفير مراكز للفئة الغالية، توفير مدارس، توفير برامج دمج للأطفال، لأنه للأسف الأسر جالسة تعاني كثير، تعاني معاناة كبيرة، ما تدري وين، يعني حتى التشخيص إلى الآن ناس تيجي من آخر السعودية إلى الرياض، ناس تيجي من جيزان إلى الرياض، يعني التشخيص إلى الحين ما في مكان تشخيص مخصص لهم. الآن يعني وين يجون للرياض ليه؟ وين المكان يعني في الرياض هو الأغلب، يعني فيه مركز أبحاث التوحد في الرياض، فيجون من آخر السعودية عشان المركز، أو يجون في أي يعني ما في غير متوفرة أماكن التشخيص في الأماكن الثانية. يعني المراكز التوحد قليلة، نجي نحصل في المدينة مركز واحد أو مدرسة واحدة. فأغلب أطفال التوحد خارج السعودية، في الأردن وفي مصر. هل فيه رقم محدد لنسبة التوحد لدينا في السعودية؟ إلى الآن يعني سمعنا ما في يعني رقم، إلى الآن سمعنا تقريبا حول 200 200 ألف 200 ألف إلى 300 ألف من نسبة السكان، يعني من نسبة السكان السعودية. والانتشار كل ماله في ازدياد. ما في سمات يعني معينة لسبب اللي هذه؟ في أسباب. اللي هو أسباب اللي هو الوراثة، الأخطاء الولادة، الأجهزة الإلكترونية والذكية، الغذاء، مشاكل الحمل أثناء الحمل، مشاكل الحمل وأثناء الحمل أيضا. طيب الآن لا سمح الله مثلا تواجد في العائلة لدي ابن فيه توحد مثلا، وش الإجراءات اللي لابد أن نتخذها؟ يعني أول شيء أهم شيء الأسرة تكون تبدأ بالتدخل مبكر، يعني تلاحظ عليه بعض الأعراض على طول تبدأ بالتدخل المبكر، يخفف مستقبلا السمات، يعني يبدأ ممكن مستقبلا مع التدخل المبكر وتعديل السلوك إلى العلاج بإذن الله. خطير المرض هذا؟ يعني وش إيش يسبب هذا المرض؟ انتشاره خطير. لا أقصد الحين على الفرد مثلا، على هذا الطفل إيش ممكن يصبح في الكبر؟ يعني أقصد هل هو مثلا فيها وفاة، فيها انحراف سلوكي خطير، إيش؟ أكيد يعني فيها سلوكيات كثيرة إذا ما يتم معالجتها وتعديل سلوكها، يعني عنده بعض النشاط الزايد، فرط الحركة، إيذاء الذات، العدوان، تحتاج إلى تعديل سلوك أو تدخل مبكر لتخف من الأعراض. طيب الآن كلمة أخيرة في هذا اللقاء، إيش تحب تقول؟ أولا أشكر كل من دعمني، وأشكر الوالد والوالدة، ما قصروا معي كثير، يستاهلون. أتمنى أن نجد تطور كبير للفئة الغالية هذه، إنشاء لهم المراكز، المدارس، توفير لهم الأماكن التشخيص، التدخل المبكر، برامج التدخل المبكر. أتمنى الدعم من المسؤولين لإنشاء نسخ قادمة، ولدي يعني أفكار كثير بس أحتاج إلى الدعم فقط بإذن الله. الله يوفقك والله يعطيك ألف عافية الأستاذ عبد الله الغامدي، أستاذ التربية الخاصة، نشكره على هذا اللقاء. والآن ننتقل إلى الفقرة التالية، كونوا معنا.